السلام عليكم ومرحبا بكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا كان بخير وتكونوا في صحة جيدة يا رب. ما تنساوش الى عجبتكم لا فيديو تاع اليوم عليكم غير تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنساوش توصلوا هذا الفيديو الى اكبر عدد من اللايكات. اليوم راح نديروا فطائر سورية او المناقيش السورية بالزعتر الاخضر والجبن، يجوا بزاف رائعين، نتمنى تعجبكم الوصفة. عندنا كاس حليب دافي نطمو به العجينة، زوج كيسان تاع فارينة، نص مغرفة تاع خميرة الخبز، نص مغرفة تاع سكر، وطبعا الملح حسب الذوق، زوج مغارف تاع زيت الزيتون. اول حاجة نحطو زوج كيسان تاع فارينة، نحطو الملح، السكر والخميرة، نخلطوهم كامل مع بعض هكا باش يتجانسوا المقادير ويدخلوا في بعضهم. من بعد نزيدو زوج مغارف كبار تاع زيت الزيتون، ويفضل هادو المناقيش السورية نستعملو لهم زيت الزيتون لأنه راح يعطي بنة رائعة. وهنايا الحليب الدافي راح نضيفو تدريجيا حتى نتحصل على العجينة تكون طرية. مع الاول نستعمل الملعقه، او اذا عندك بيتخا استعملي البيتخا يكون افضل. وعلاش دائما انا نحاول نعطيكم مقادير مضبوطه باش ما تعيوش رواحتكم، ارمي كلش وخليه يدور وراح تحصلي على نتيجه رائعه، ويعني كيما هذه ويسهل عليك الامر. نبدا نضيف في الحليب الدافئ تدريجيا تدريجيا حتى نتحصل على عجينه تكون مليحه، يعني مشي يابسه تكون طريه. وكما عودتكم دائما في العجين تاعي ما نعجنوش العجين، السر تاع العجين باش يجيكم عجين رائع هو السر تخلوه يرتاح. كي تخلوه يرتاح راح يعطيكم الطعم وما تخافوش كامل منه. وهذا هو القوام تاع العجينه، جات طريه وتتلاصق في اليد. نخليها حوالي 30 دقيقه حتى يعني ترتاح ويتضاعف الحجم تاعها، من بعد نرجع لكم. بالنسبة للحليب استعملت نص كاس فقط، وطبعا كل فارينة شحال ترفد لك. بالنسبة للحشو راح يكون حشو سريع ولذيذ في نفس الوقت. نحتاج كمية من الجبن، هذا الجبن يشبه جبن الموتزاريلا، ونحتاج كمية من الزعتر الأخضر. كان سبق لي ودرت فيديو معكم وين شريت وشحال شريت، راح نخلي لكم كلش في صندوق الوصف أو أول تعليق هكذا باش تروحوا تشوفوا المحل هذا كل شيء من عنده وتتعرفوا على المنتوجات السورية. بعد ما حطينا حوالي ملعقتين تاع الزعتر الأخضر درت لهم حوالي 4 أو 5 معالق تاع زيت الزيتون، نقعد نحرك فيه من تحت للفوق حتى نشوف القوام تاعو سائل، يعني سائل مشي سائل جدا لكن سائل يكون خفيف هكذا باش كي نحطوه فوق العجينة تاعنا يتبسط لنا بسهولة تامة. من بعد العجينة تاعي تكون خمرت، انا خليتها تخمر غير شويه حوالي 10 دقائق، وانتي الا كان عندك الوقت حاولي خليها تخمر 30 دقيقه هكذا باش يجيك فطائر، يجوك بزاف هايلين وفي نفس الوقت خفاف. بعد ما شكلنا هذاك الحربوش نحاولوا دائما الحربوش تاعنا نشكلوه نفس يعني نفس السمك هكذا باش كي نقسموا ليه بول تاعنا راح يجونا متساويين. قسمت الحربوش في الوسط، من بعد قسمته على 3 باش نتحصل على دي بول متساويين. وانتي الا شتي الكويرات تاعك ماشي تساويين ما فيها بس نقصي شويه من هذه لصقي في هذه وشويه من هذه ولصقي في هذه حتى تتحصلي على دوائر متساويه. نجيبو البلاط تاعنا نرشو فيه شويه فارينه، من بعد نحطو كامل هادو ليبول ونخلوهم يخمروا حوالي 10 دقائق. هذه الخطوه مهمه، وعلاش لو كان ما نخلوهمش يرتاحوا 10 دقائق ممكن نفتحوهم راح ياخذوا لنا وقت في الافتتاح، وتاني احنا ما يعطوناش الطاح، احنا نفتحوهم يعاودوا يولوا كيلاستيك، شفتوا لاستيك، ولكن كي تخلوهم 10 دقائق راح يعطوا لكم الطاح كيما ديروهم يجوا. ودايما يعني الشكل تاع الدائره انت حره فيه، انا اليوم حبيت ندير مناقش يكونوا صغار، وانت لا حبيتيهم كبار ما عليك غير تكبري الدوائر تاعك. بعد ما خليتهم يرتاحوا 10 دقائق وجدرت جبت الحليب تاعي وقاعده نبسط فيهم. هنايا نبسطوهم حوالي 3 مليمتر، ما لازمش يكونوا رقاق وما لازمش يكونوا خشان، نشكلهم يعني دوائر بنفس الحجم، ولكن هذه المره ما نزيدوش نخلوهم يخمروا، يعني مباشره بعد ما نفتحوا العجين تاعنا راح نحطوها مباشره فوق السنيوه تاعنا ونحطوا فيهم الحشو وندخلوهم للفرن.
والنصيحة اللي نقدمها لكم، كي تدخلوهم للفرن ما تخلوش الفرن يكون عالي بزاف، حوالي 170 درجة. كي تشوفوهم حمارو لكم من الفوق، هما هادو ما راحش يحمارو بزاف من التحت، يعني ما راحش يحمارو من الفوق، يعني يحمارو لكم غير من التحت باش ما يجوكمش يابسين. كي تشوفوهم طابو من التحت ويعني خداو اللون يعني مليح من الفوق، خرجوهم مباشرة. بعد ما كملتهم كامل، جبت سنيوة نعاود نبسطهم، اكو تعرفوا يعني ما بيتكملوهم كامل يكونوا طلعوا شوية، وانا ما رانيش محتاجتهم يكونوا خشن، يعني حوالي 3 مليمتر فقط. من بعد نجيب الحشو تاعي وحنعاودو نتكلموا على الفرماج. هنا يا الجبن اختي، اذا ما توفرش هذا الجبن عندك وكان المحل بعيد عليك، ما عليك غير تستعملي الجبن الموتزاريلا، ولكن جبن الموتزاريلا كاين انواع. الجبن الموتزاريلا الحقيقي يجي في اكياس زرقاء مكتوب موتزاريلا، وتلقاي الداخل فيه الماء، يعني تلقاي دائره تاع الجبن ومعمره الداخل بالماء. ولكن الا شريتي هذاك على شكل كاشير، نقول لك من دوك هذاك ماشي يعني ماشي موتزاريلا حقيقي، يعني هذاك ما عنده حتى علاقه بالموتزاريلا، ولكن برك كاتبين موتزاريلا. من بعد جبت هذاك الخليط تاع الزعتر الاخضر تاعي ونحاول نبسطه في يعني في الفطيره تاعي، ولازم الاطراف تاني نديرو لهم الزعتر الاخضر. وهنايا كما قلت لكم يطيب على 170 درجه، كي يطيب لنا من تحت ياخذ لنا هذاك اللون الذهبي، نشعلو عليه من الفوق، ولكن من الفوق نشعلو عليه درجه قليله، يعني قسمه يحمر برك شويه ونخرجه. وهنا فضلت نديرو على شكل ياسمينه، يعني مناقش يعني تاع الصح على شكل ياسمينه. شوفوا كيفاش راني نقسم في العجين. نتوما تاني بعد ما تبسطوهم وتحطوهم في السنيوه، اقسموهم باش ما يجيكمش كي ترفدوهم يجيكم واعرين. هذا هو الشكل النهائي تاع المناقش السوريه تاعنا، او مناقش بالزعتر والجبنه، جاو بزاف هايلين. والعجينه واش نقول لكم، جات هشه هشه بالبزاف، وشفتوا المنظر تاعهم كيفاش راهو طايب من تحت، يعني حميمر الله الله، ولكن من فوق ما عادنيش كيدخلهم هكا بيوضه. وعلاش؟ العجينه تاعنا راهي طايبه ويعني بزاف خفيفه، جات ما شاء الله. ننصحكم تجربوها ونشوفوا تاني تاع الجبنه تاعنا كيفاش جاو، راهي سخونه ما قدرتش نقسمها صراحه، شهيتكم في الجنه حباباتي. شوفوا يعني الجبن السوري كيفاش يتعلق وحده وحده، خصوصا يحبوا الجبن هكا في البيتزا، ما عليهم غير يشرو جبن موتزاريلا، وعند تجربه راح يجيهم كيما هذا بالضبط. وهذا هو الشكل تاعهم الداخل، جاو بزاف خفاف. ما تنساوش اللي عجبتكم وصفه تاع اليوم، عليكم غير تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. بقاو على خير وتهلاو في رواحتكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله.